السلام عليكم ومرحبا بقناة أشواق عندنا. كنشكركم بزاف حيت راكم جيتوا لعندنا وجلستوا معنا ونشطوا معنا. وكنشكروا جمعية شراكة الأستاذ أنوار، أستاذ صابر، أستاذ أنوار، أستاذ صابر، أستاذ بلال وطاقم كامل ديال الجمعية ديال الشراكة. وكنشكروا حتى جمعية أباء وأولياء التلاميذ اللي راهم تكلفوا بهذا الحفل اللي نشطنا منه وفرحنا به. وكنشكروا الرئيس بطبيعة الحال السي عبد الهادي، رئيس الجمعية أباء وأولياء التلاميذ. وكنشكروا الرئيس ديال الجمعية ديال الشراكة. وكنشكروا أشواق أنهم جاوا لعندنا، أنهم رحبوا بنا وأنهم كبروا بنا، وشكرا لكم بزاف. ألف ومية طفل، ألف ومية طفل اللي راهم جاوا شاركوا معنا في الحفل. ايوا شويه ديال من الاطفال وشويه من الاباء والامهات وشويه من الاطر اللي كنشكرهم من هذا المنبر انهم ساهموا وتعاونوا معنا. وراك عارف الاطفال انهم صعيب انك تركز بهم وانك توقفهم باش تنشط الحفل. والحمد لله كانت النهايه جميله وكان كل شيء زوين. وشكرا بزاف للاشواق انها جات عندنا، ومرحبا بكم مره اخرى. بسم الله. تنشكروا الجريدة أشواق على الحضور ديالها والتغطية ديال هذا الحدث اللي بالنسبة لي واللي ما شفت هو كان واحد الحدث كبير اللي نظمته جمعية آباء وأولياء التلاميذ، واللي كان هو يوم ترفيهي وتواصلي مع أولياء وآباء التلاميذ، واللي تم الحمد لله بواحد النجاح اللي ما كناش صراحة تنتوقعوه، وواحد التفاعل اللي وقع الحمد لله الحمد لله. والله يوفق الجميع. وراكم جدي معايا، مرحبا. السلام عليكم، معكم أنور ماجيك. شكرا بزاف لأنني كنت حاضر هنايا في مدرسة ديال الإخلاص اللي استدعتنا جمعية الآباء واللي كان عندها تنساق مع جمعية الاستمرار. وكنشكر بعدا كاع الناس اللي كانوا حاضرين معنا، كاع الطاقم اللي قاموا بهذا المجهود هذا. وكنشكر المدير ديال جمعية الإخلاص، وكنشكر حتى كاع الأعضاء ديال جمعية الآباء، وشكرهم بزاف. صراحة كان لي شرف كبير حضرت هنايا، وكان واحد الجمهور زعما غفير. والحمد لله بالمساعدة ديال طاقم جمعية الآباء ومساعدة ديال المدير جمعية الإخلاص، مساعدة ديال كاع الطاقم اللي كانوا خدامين، صراحة كان داز داكشي مزيان. والحمد لله كان لينا شرف حضرنا هنايا وقدمنا شلة عروض. معنا صابر هو يكمل لكم. السلام عليكم، معكم صابر كينغ مدينة طنجة. اليوم جينا نحيوا واحد حفل مؤسسة الإخلاص ابتدائية،
وكنشكروا جمعيه الاباء على التنظيم الجميل هذا، وكنشكروا الجماهير اللي حضرات والتلاميذ، وتحيه للسيد المدير المؤسسه. والسلام عليكم ورحمه الله. تفاعل الاطفال كان واحد حاجه جميله بزاف اللي صراحه الله فرحونا اليوم، تبارك الله عليهم، نتمنى لهم التوفيق في حياتهم. السلام عليكم، معكم بلال العمراني صاحب فرقه كلون ديال طنجه. اليوم قمنا بواحد التنشيط اللي كان زوين بزاف بحضور الفنان صابر الرابور ديال طنجه، وايضا انوار ماجيسيان اللي كان الحضور قوي مشتركه مع جمعيه الاباء وجمعيه الاستمرار. الصراحه بالحضور ديالنا نجحنا هذه الحفله هذا، وجبرنا الاطفال تحدوا معنا، والصراحه يعني فوجنا عليهم، كان عليهم واحد الضغط بزاف ملي وصلنا حنايا بداو يضحكوا ويفرحوا، تبارك الله عليهم. وكنشكروا اصلا مدير مركز خدمات الشباب اللي عطانا فرصة انه ندوزو هاد الحفلة هذا، وشكرا بزاف. اشترك الان في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.